احلى شيء انه نقرا، لانه المطالعه بتوسع لنا ذهننا وافكارنا وبتعطينا مخيله واسعه كمان. وزياده اذا بنقرا قصص عن يسوع بنصير نعرف اكثر عنه، وهلا اذا بنقرا قصه الميلاد بنصير نعرفها اكثر وبنصير نفهمها اكثر وبنصير نشوف عظمه الرب بكل شيء عطانا اياه وبكل شيء عمله بخطته لخلاصنا. لانه نحن لما ولد يسوع كيف كنا رح نقدر نخلص؟ بقلب البوكس رح تلاقوا كتب كتير حلوين بيحكوا قصة الميلاد وفيهم أنشطة مختلفة. شو رأيكم تقرون وتعملوا هود الأنشطة وتبعتوا لنا شو تعلمتوا منهم، أو تبعتوا لنا شي رسمة حلوة عن هود القصص اللي قريتون، أو أي نشاط من الأنشطة اللي عملتوها. ناطرينكم.